بالزميطه هي يكون. وعندي مرت خويا انا توصي فيا قالت لي ميسي الزربه جيب لي بريكه اسحاق. كرهتني فيه البريكه. عندي شهر نسمع كان في اسحاق اسحاق. مره هزيت لها بريكه بعد ما جيت من الزربه قالت لي هاي بارده. الزربه تونس نحطها لك في طرموس. مرت خويا زي حبله وديما تتوحمر حبله من 2006 لتونس. ديما نستناو فيها باش تولد تولى ولد ديما تتشهر ونصرفوا عليها وديما هتشبر. مش كان مرت خويا لا نسيت واحدة او جنرال لحبالة نتاعهم سبيسيال. المرأة التونسية تحبل مش كيف أي مرأة في العالم. تفرج أنت في نساء العالم الكل وكنت نساء الدورة والكل كي تحبل هكا تبدا كرشة. حبلة في التاسة هاي كرشة. أحلى خويا المرأة التونسية تحبل هاي كرشة. تقول حبلة بدون السيف. وبعد تجيبوا قد دكرة وقد الطرف يا سميت شاورما قد دكرة. هما خويا كي يحبلوا الكورة يحبلوا الكورة تبدا تترينا لبسة سيرفاتمون تترينا خويا ما يتشخصوش. تلقى في دارة حالتك كانت في لبسة سيرفاتمون تدخل مش حبلة لطف. تلقى الو واش اسمو غاتون؟ ويجيكي كنو نو سي بوليكول كيما تيك ميكو جيفانون كوش تعمل دوش احلى احلى خويا مرا تحبل تتسلق احسن تبدا مسلقها تبدا تتشاها عليهم. السوميه راني ثقيله ما نجمش السوميه حكي التواليت بالشفيل بالشفيل وطفي على المقلي طفي على المقلي السوميه قربي لي شويه تبدا كيك مفروشه وتلقاها منفوخه تمشي عليك تنفخ شقيك ريتي مرا من النرويج حبله شقيه منفوخه ولا الحبيله نهار كي باش تولد انت الكوره نهار كي باش تولد خويا يسميوها دولور دكوشمون محلاها الكلمة تحسها كلمة روز اسم روضة تحس روضة دولور دكوشمون هكا دخل ولدك يقرا فيها احلى خويا نهار الاولاد شد الحس شو المراه شد الحس ولا كنتي باش تولد انت نهار الاولاد هما منظمين كي باش تولد في الدار وجودوا يلي ديس ديس دي ميل ديس بير بير يجي رجل يجي في غلاف كوش مو يمشي معاه جاتو مون بيبي عادي احنا الخويا برا باش تولد حي كامل يسمع بها شد الحس ترزون تبدا تعيط او يتسكت او يتسكت يا منزي شدني شدني بدي شكون شدك الرافل شدني شدني هو بطه بطك عبقادي بطه يمشي لما يزي يا خاطي فاطمة مرتك ولدي يا ابني ولدك الطفلة يا جات الضامت فلا بطه وانا راس بيجي امها من غادي انا رالي يا بنتي بس موت وطفل صغير يبدا يبكي عليه البطه تعمل لك ايه يا بنتي يبدو شنين وعلوش يبدا يهرب من الدار قال لي انت حصل قطوس في الكوع وكل يقيد هذاك بالضوء من برا عشان من دار غنيسي درس الموجي هذه الفطور الاخرى جات تقديرين يبدا الشيانع الاخرين في الكالم الاخرين هكا يمشي وحده وحده والطبيب نتاعهم حتى الطبيب نتاعهم خويا سبيسيال الطبيب نتاعهم خويا تلقاه هكا يبدا عامل يستقبل به وحليف يبدا راسه مدور ابيض وعندك الحموريه بتاع البلجه هذيك عرفتها وجهه تقول بلاك ستوب تقول بونجور محلية يشهيك على الأولاد انت يا راجل كي تشوفوا تستاهل تولد بونجور 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 علي مدام بوس مدام بلفوق مدام ولا لا مدام جبولة تاتو علي مدام ويهبط البيبي شد البيبي يبدا يتفكى يبدا يتزوم سي بوغ موا انا فوق لي زامورو جون لي زامورو احنا خويا الطبيب بتاعنا في النهار يولد 80 وحده بيشكي من الصدر وفي يكره روحه في جمعتين مولد 200 يقلق يكره الاولاد يا بني خلاك ديجا صبيح السبيطار قول بيتي تدفع على عجله في وجهه مقلوب باخير وين المراه اللي تستولد هيا مدام هيا يبالك الاولاد سهله هيا انزل بيبي مدام هيا
انزل بالبي وعيط. اي عيط يا مدام عيط. اي انت ساحي عظم خد عظم خد عظم خد ساحي مدام يزيد انزل عاد هاي اخرس اخرس اوعى تتخلص ماشي نلعب معهم ولا فرخ. اسمع مدام بس يطلع لك فرخ عالك ها ما تجيبوش خير كل يطلع عليهم يرجع فين ساحي المخدة تبلد عض كتف الفرملي عض كتف الفرملي عض وعيط عيط يا مدام يا شكيب كشكروش كبير شكيب عايشك يا شكيب عطيني عضة اوكي عندي زبينة في الميكروفون يا عايشك اي مدام الدولة ولدتو يبدا شينا عامل عليك راكي تشوف مشكلة الطب والرجال حتى رجالهم سبيسيال برجولي مرة فين فما تفرجوا في الفيسبوك فما فيديوهات على الفيسبوك يوريك المرأة كيف تولد في الماء تفهم بكذا تفهم كمية في البيتين أكتب برشا وما نسي ورجلها يبقى يغرد يبكي يقاولي تصور أنت يا رجل كنت ستي تقول له مرتك مش تولد في المير عليك في المير ما تسو في شيء يا رجل هما أخوي تبدا ديخة بالبون زكي تقول رجلها بيخلي يسلح بي مش يدام الوداء تبدا ديخة يقول الله يو بيتر الله يو هو يبدا يبكي كي يا أخوي مش يبكي ودي ما يغردوا I'm here, baby. I'm here, baby. Oh, baby. Yeah, but baby. Wah, shit, baby. My son. I can't believe. We'll go to the beautiful theater. We'll miss him suddenly. We'll go to the market. 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 محلوم خوي احنا ساعات في مرزيل مرته تبدا تولد ويبدا عامل عركه في السبيطار اربع اسابيع يولدوا فيها اقسم بالله تولد فهمتها محسوب باش تجيب لي اخوان سيباستيان فيرون يقول يولدوا في زرافه مش في بشر اربع اسابيع ربح ماتش باش تجيبه هو كيكة تخرج له فرملية تبدا محلوها كسر بليس على اصفر كل تجي تقول له سامحنا عاد مسكين عليك اسمح لي عمي يعيطولي منجي انتظار انا عندي البولابي كيم تاع الانتظار بزيت قالوا اقلع عاد عجبك سبيطارة اشني عجبني بنية عمي عندكم سبيطارة قوة الرب اسمع شفت قسم الاعصاب هاني نشوف قسم اسمع قسم الاعصاب متاعنا راهو احسن قسم اعصاب في تونس والله احسن قسم اعصاب في العالم اسمع قسم اعصاب انت انا لهين بيها هو خاص اللي هو ظاهر ما يفهم اجي قيد البيبي بتاعك وين مش قيد وين عندي بيبي انا بيبي اه ولدي وين مش قيد اجي قيد في الاداره نحب نقيد في قسم الاعصاب انا تبعني للاداره نتبع كوكب زحل هاي طلع كلينيك يا ابني بس بتار ويا بدي بيبي اخويا دخل بعضه تيجي تشوف راه الترب يا راه اللي في كرش الام وهم يبداو يربيو ما رفيت فرشي برنامج في كرش ام البيبي قال لك يسمعوا موسيقى بيتهوفن وفازات احنا امه حتى تسمع في التلاجي تحبوا يطلع انا مش مليك تحبوا يطلع وقال لك حتى المراه كي تبدا حبها ابو والام لازم يعرفوا فاش يتفرجوا خاطر البيبي في كرش امه يبدا قاعد في كرش امه حبله في التاسع ويبدا يتفرج معاهم يبدا قاعد هكا في كرش امه وام وابوه غادي لكوره تلقاهم حاطين حاجه محليها يتفرجوا فيها كيما هكا او يس او ماي جاش او ماي او ماي جاش يبقى شارخ البيبي في كرسمه قريب يجبد هكا قلوب تركيا يبقى يتفرج احلى خويا البيبي مسكين يبقى قاعد في كرسمه عامل هكا بحدا الكبده ولا صبور عليه وامه وابوه خويا ساش يتفرجوا مرحبا بكم في برنامج رفعت الجلسه نهار 21 اكتوبر 1991 حصل جريمة بشعة اهتزت ليها منطقة ضبوط الجرم الكفر كيف نهار الواقعة بالضبط مع الماضي ساعتين 21 يا ربي خرج من الدب يا ربي يوسف يا رعب يفجعوه الطفول المسكين
يا بتلبس بينو يا تك من كل شغل. قلت له زرعنا مشكله، انا مثلا ضحيه بتاع التلفزه، خاطر عندي امي في دارنا كرهتني اخويا بالتلفزه. امي تحبه ما كنت لابس تحب على الاخر التلفزه. امي تكمل الخدمه تبدا تجري، عبد الرزاق الشيخ في تو يبدا. ماهيش نورمال تحبه. عليه وعبد الرزاق تحب التلفزه على الاخر. قلت لك علي الشيخ يلبس 43 في سنة. عنده صبعه اللي صار مفتوح عمل له فاصله، اتبع في اخباره مع الاخر. واكثر مره امي هبتها التلفزه وقت مسلسل حريم السلطان. يقول لي برشا نسير اخر بحيث مش كان امي. قالت راني ندخل الدار نورمال جيعان، نقول لهم شنو العشيه؟ تقول لي عشيه. قلت له ابراهيم تحب تاكل. ابراهيم ابراهيم ولد خالتي مات. مين ابراهيم ولد خالتي؟ مش خاص كان يموت هذاك. قلت له ابراهيم ابراهيم تاع حريم السلطان. قلت له نعمل الجنبون انا يا اخي هو يبدلنا في تابوس الغاز هو يموت بعد سناك يا مان. هي هو يا قولي هي هو يا متكره وحزنت عليه ونفت فلاح. ايش نعمل؟ نجيب من دبي امي نركب باص. هذه ساعات ندخل للدار نورمال نشوف القهوه انا ندخل نورمال هكا للدار. قلت له تصدور كريم ولد السلطان محمد علي تبغى تدخل. التعب تاعها ولا تدعي من برامج امي تلمون فرش التلفزه تبدا تحكي معي تقول لي بر يا كريم الراك تقعد بصندوق فيه مليار وصندوق ازرق فيه حقة يقترح عليك البنكيجي 600 مليون انت ترفض وتروح حقة الطن وتحلها تلقيها في اجدى. ما عندي جدي في دارنا انا اللي مصبرني في دارنا جدي. عندي جدي راس كبير محليه هكا ملتقيين محليه وعاقل هكا. اما جدي عنده بليه بركه حشيك مبلي بنسير يحب البيت مش نورمال محروق في الحومه حومه كما تعرف نبدا نعدي هكا اللي جد تقود على طفله بحد الكوليج. يعني احنا دارنا بحد الفوايه يجي هكا بحد الفوايه يبدا تقود على كل الفيديوهات نسيت هيا هيا كثرونا من الطلبة هيا طويلة محلاها بوطوفة ايزي يعطيني بالألفين فولت شو جديني خلت جوزي عمك مصطفى راجل كبير ايه هيا هيا ملا جناب عليها ليه ديماكس ديماكس ايزي عبسيني بنيت عمي ايه خليني نموت اكيد هيا حنان يا حنان يا حنان خذيه مش مرت سالم مكلاوج يا ربي ان شاء الله يموت سالم خلني مسي انا الربطق في بلاصتي عايشك عايش بنيتي عايش بنيتي اسمع سلمي على سالم احكي خويا يا رب حاج حجيت معمر يدخل البيت ويبدا يتفرج في حاجات مش تاع عمره. يعني ديما لما تلاقيونا خدينا احنا مساكين تعليم القصعه تبدا تدور للبيت. يعني بابا بابا قال لي كريم انت تدور في القصعه؟ ليه بابا قلت له ريق مالي شكون؟ شي طلعت على بيت جدي طلع جدي تلقاه عامل هكا حد الكمون والشي يا بابا بابا ربطك الروسي هنا الواسع ايه؟ يا اخويا حاسته ذي بالثمانية تبارك الله عليه الاسمر ذي طويل تبارك الله على اخويا انت معلم صح صحيح ايه يا اخويا انت حط راسي في بالك نهار كل عائلة كاملة تخلص فيها يا ولدي زيف هذيك سيبها المرة الأخرى واحدة اللي تعمل كاستين دار عليها يا اخي يا اخي فاش ناكل يا هم يا جيت انا في طلعت جيت عيطت الباب يا بابا قلت له جدي يا بابا جاي فيه مات قال شوف جدي قلت له باش يتفرج راسي كبير طلب بابا قال لي ايه محلاه جدي عيلة داخلة في حيل انا ساعة حكيت لكم على روحي انا قريت مكتب وكوليج وليسي